باهي كما شفت معناتها سيد الوزير هذه الشهيده معناتها المواطن هم زوز طالبات في الحقيقه اللي قعدوا ما التحقوش بمقاعد الدراسه في المنسير وقاعدين اليوم معناتها لا يقراوا في تونس لا يقراوا في المنسير وقدموا ملفات اجتماعيه وغيرها من الاجراءات اللي تعتمدوها انتم ضمن معناتها انت هذه مساله النقله في خاصه في كليه الطب يظهر في المرأ في السنه الثانيه شنو اجابتك على اللي قالوا المواطن وهل عندك معناتها تفاصيل يعني. على الملف هذا شنو اللي صار بالضبط؟ لازم كي نعطيو المعطيات نعطيوها كامله الطالبه هذه لما تحصلت على البكالوريا معدلها ما كانش يسمح لها باش تدخل كليه الطب. في بعد ما بعد سنه قامت بمناظره اعاده التوجيه في تونس وفي المنستير. ما نجحتش في تونس نجحت في المنستير. لما قرات في المنستير رسبت سنه. دونك آه ثم لما انهت السنه الثانيه متاعها طلبت النقله الى تونس لاسباب اجتماعيه. احنا اسباب اجتماعيه راهو اسباب اجتماعيه لازم تكون اسباب قاهره. معناتها فقر خصاصة إلى آخره مش إنسان يحب يسكن خاطر قريب يقرب من عائلته أثناء جن عدد المطالب عدد هائل جدا بما يكفي باش فتح كلية طب جديدة في تونس العاصمة ما نجموش نستجيبوا لهم الكل لأن كلية طب عندها طاقة استيعاب وبالتالي فما معايير المعايير اللي وضعوهم العمداء الأربعة اجتمعوا وهذا العادة كل عام يجتمعوا العمداء الأربعة برئاسة أحد رؤساء الجامعات وفما معناتها دوران للعمليه مثلا نجم نقول لك السنه القادمه شكون الرئيس والسنه اللي بعد شكون الرئيس الى اخره. واتفقوا على معايير وطبقوهم على الناس كل. فكان من جمله فما دي بونوس وفما دي مالوس يخدم كل طالب، دي بونوس على الوضعيه الاجتماعيه وعلى الوضعيه الصحيه وفما دي مالوس على الرسوب وعلى اعاده التوجيه. فبالنسبه للطالبه هذه كان ترتيبها 104 هما وقفوا في تحويل حتى الطالب راى اللي بتاعه 45 حسب المعايير هذه وبالتالي اذا مش نحولوها هي لازم نحولوا 60 اللي قبلها مم. كلية الطب معناتها هو ما حسب مجموع النقاط يعني يكونوا 22 من النقاط اللي يجمعهم الملف الاجتماعي ولا ما فماش من منها مش حكايه 22 هي حكايه الكلاسمو. كل واحد شنو هو السكور اللي بيجيبه فما ان كلاسمون مون باش يتحطوا بار معناتها ديكروسون باش يقول احنا طاقه الاستيعاب 40 باش ناخذوا ال 40 اللي جاوا الاولانيين سامحني سيدي ما نحبوش نتك... معناتها نطولوا في الجانب هذا نتاع الموضوع لكن باش نفهم يقول لك عندي حكم انا أيه. معناتها من المحكمه الاداريه وما تمش تنفيذه معناتها يعني كيفاش المحكمه الاداريه هي الطالبه مشات الى المحكمه الاداريه. المحكمه الاداريه ما نظرتش للمعايير لان تعتبر ان المعايير شيء يهم الجامعه. م. نظرت الى الامور الشكليه، في الامور الشكليه تقول انه نقله الطالبه من المنستير الى تونس هي تخص رئيس جامعه المنار اللي هي تتبعها كليه الطب في تونس. والاجتماع هذا تراسه رئيس جماعه صفاقس. فطلبت ايقاف التنفيذ، ايقاف التنفيذ مش معناتها نقلة معناتها ما غدوه طالب يرسب تجي المحكمه تعطيه ايقاف تنفيذ بور ان دو فورم مثلا لانه ما صارش الكورون في الكونسي دو كلاس معناتها الطالب ينجح مش هكا. معناتها نرجع الى لا كاز دي بار. لا كاز دي بار هو انه نعاودوا ننظروا في الملفات. عاودوا نظروا في الملفات برئاسه رئيس جامعة المنار واقروا المعايير واقروا عدد الطلبه اللي مشيت عدا واقروا القائمه مونج في نعطيك كلمة معناتها مسائل متعلقة بالطلبة معناتها اليوم نشوفوا اضراب في المناسب كيف كيف هالمسائل المتعلقة بالاعداد وتزوير الاعداد كل هذه اليوم ما عادش حد شيء يتخبى معناتها كل شيء تنشر على الفيسبوك ويحدث ضجة ويزمنا نعرفوا معناتها الصحيح من الغلط معناتها من المصدر الرسمي بالضبط هو ساعة في الجانب الاداري تفاعلا مع السيد الوزير فالقضاء الاداري يرفع قضيه في الاصل ثم قضيه استعجاليه لتوقف التنفيذ ثم مقرر اداري مثلا برفض سماح لها بالنقله الحكم الاستعجالي هو يوقف تنفيذ المقرر الصادر على الاداره لانه تنتج عنه نتائج يصعب كانت يستحيل ولت يصعب تداركها ولكن القضيه الاصليه راهي تبقى متواصله تقريبا تبقى عاميه ثلاثه سنوات الى اخره هو في التناظر يعني نقول لك انا طاقه الاستيعاب تاعي راهو 50 ينجم ينجحوا لك 150 لكن انت باش تاخذ 50 الولاء مش معناها رقم 60 ما نجحش مثال لا هو نجح لكن انا مع طاقه الاستيعاب كان هذيك هذا اشكال راهو ما يتحلش حتى اذا كان تحكم المحكمه الاداريه قضيه في الاصل فانه المعروف على الاداره التونسيه هي مع رئيس الوزير هي اداره مارقه لا تطبق قوانين معروفه الاداره التونسيه خاصه في القضاء الاداري نحكي في مادة القضاء الإداري مم. برشا آه أحكام معناتها ما تتنفذش لأنه هذا مشكل كبير ياسر وهو ما يفقد القضاء الإداري مضمونه وجوهره ومحتواه لأنه أصلا هو موجود لوضع حد للسلطة أو تمادي أو تفادي تمادي وتوسع سلطة الإدارة ضد المواطن العديد من الأحكام الإدارية لا يتم تنفيذها وهذه أصبحت ثقافة ومنظومة كاملة ضد الأحكام الإدارية في وسط الدولة الاستحالات لا لانه زاد المواطن ما ينجمش يجيب عاد المنفذ مثلا وينفذ على الاداره ويحجز سيارات اداريه وبيعها لانه باعتبارها هذا متعلق بمقاعد الدراسه اشكال كبير مم. ياسر لكن في المقابله انا اشكاليه تحب نطرحها مع السيد الوزير الاولى هو وضع الجامعه التونسيه داخلية في علاقه بسوق الشغل واحنا نشوف حاله البطاله الكبيره هل هناك توجهات لاصلاحات جذريه للجامعه التونسيه لتنتج معناها ما, تسحق ما تسحقه اللحظة وما يسحقه السوق وما تسحقه البلاد من كوادر ومن كفاءات هذه الأولى ثانيا في علاقة بمعهد بورقيبة اللغات الحية أساسا اللي هو إشكال طرحت فيه العديد من قضايا الفساد ثم أستاذة طرحت موضوع فساد تم رفضها لأنها يعني طرحت موضوع الفساد ويبدو لي أنت قابلتها وحسب ما تأكد النقابة الموجودة في المعهد أنه تم اتخاذ قرار بثلاثة مسؤولين من بينهم المدير ثم زوز مسؤولين تم التنفيذ عليهم بإبعادهم ولكن المدير إلى حد الآن مازال موجود رغم تأكيدكم بإدانة سلوك الفساد اللي وقع في معهد برجيب اللغة الحية اولا نحب نعرج على موضوع المحكمه الاداريه الاداره تحترم احكام المحكمه الاداريه لكن المحكمه الاداريه راهي ماهيش حكم في في الحاله القضيه هذه ما حكم بيت وهو ايقاف تنفيذ لي بور ان فيس دو فورم لامور سكلي لا وقعت لا لازم ينجاو بخاطر هنا وقع اتهام الاداره بصفه عامه راه منجي نه. مش نه. في القضيه هذه معناتها يتحدد بصفه عامه نه. لانه نه. على الوقت نحب معناتها نأخذ مواضيع معاهم الاداره تحترم المحكمه الاداريه لكن المحكمه الاداريه في وقت يبدا امر يهم نجاح او رسوب او الى اخره يرجع القرار لمجالس الاقسام والمجالس البيداغوجيه وهي اللي تاخذ القرارات فاذا تحكم المحكمه الاداريه في الطالب استدير نعاود المجالس من جديد مش معناتها نجحوا ولا هذا هو الجانب, الثاني اللي يتعلق بمعهد بورقيبه معهد بورقيبه صارت فيه عمليه تفقد تفقد عميق دام مدة فيه شبهات للفساد الملف تحال للقضاء الناس اللي فيهم شبهات فما شخص فيه شبهة تاع فساد وقع إيقافه عن العمل فما كاتب عام وقع نقلته ومعنتها يبشتعد على مجلس تأديب ولكن هذا معناتها التأكيد اللي عنا أنه الكاتب العام ممكن يبشتعد على مجلس تأديب على خاطر فما حاجات ما تناولهمش بيده وخاطر ما عطاوهملوش لكن من واجبه انه يتناوله وهذا علاش لكن المدير ما عندوش ادانه المدير جديد والفساد اللي صار سابق للمدير الحالي وبالتالي لازمنا نكون واضحين الاستاذه هذه هي استاذه متعاقده استاذه متعاقده وقابلتها قابلتها وسمعتها وطلبت منها انك تكتب لي رساله وتوضح فيها مواقفها وتوضح فيها الاسباب اللي هي تعتبر فيه انها وقعت عليها مظلمه وطلبت من رئيس جامعه المنار والعميد معناتها مدير برجي سكول انهم يعطيوا اجابات وردود حول الاشكاليات نتاعها هذه باش نجاوبوها بهم كتابيا فما اخلالات من طرفها ايضا مش معناتها على هي زاد راهو ما نقعدوا احنا انسان الخاطر هو تكلم على الفساد بعد يولي هو يسمح لنفسه بتجاوزات ويقول خاطر انا تكلمت على الفساد. اكثر من هكا سامحني سيد وزير ساعات انت تمشي تبلغ على الفساد تولي معناتها انت مطلوبه واحنا هذايا ما عايشين في تونس. الشيء هذا موجود في تونس احنا احنا دي. دي. نحاولوا, إنه نحاولوا انه نحميو معناتها الناس اللي تبلغ على الفساد خاطر احنا في تونس لا القانون يحميهم الناس اللي تبلغ على الفساد ولا هما من بعد يلقاو حقهم برشا ناس هي بلغت راهو من ما بلغت على الفساد. حسب كلام السيد وزير تبين انه ثم فساد على الاقل في جوز. على الاقل في عنصر معين. بلغت عليه الفساد الفساد هي لونكيت مشات وهي من جمله الناس اللي سالوه. علاش الناس الاخرين اللي سالوه ما وقعش فيهم اجراءات؟ خاطر هي متعاقبة. لا ماشي هي الوحيده لا لا ماشي هي الوحيده هي اللي انكيت ابروفوندي وسالوا برشا ناس وخذوا آراءهم وخذوا موقفهم وسمعوا معناتها انكيت اون فري انكيت هي واحده منهم لكن هي زاد اذا عندها هي تجاوزات زاد هي زاد تحملت مسؤوليه في نفس الملف لا مش في ملف فساد يعني عندها تجاوزات اخرى لا ما هوش مدخل من الروتوش هذا بهذا راهو كيما اي مواطن يمكن هي. مش نحكيو على اشخاص احنا ناخذو في حالات ممكن راهي تتكرر وتتعاود في الجامعه التونسيه معناتها اليوم اذا كان ولينا نحكيو على فساد في الجامعه التونسيه صحيح احنا نتحدثو ماذا بينا نسمعوا برامج جديده نسمعوا توجهات جديده وزاره التعليم العالي شنو اللي جاي جديد معناتها خاصه بالجامعات ولينا رجعنا ما معناتها ألف سنه ثاني نحكيه على ارقام وتدريس وكذا ملف الفساد يلزمنا نجاوبوا عليه ملفات فساد الجامعة هي كيما كل عنصر في البلاد التونسية ممكن يقع فيها حالة فساد أه. إيش بي؟ وصارت حالة فساد أحنا نتناولوا فيها واليوم في وضعنا الحالي في بلادنا ما عادش ممكن إنسان يعمل فساد ويتعدى مسكوت عليه لأنه الصحافة موجودة أنا يقض في حالة برجي بسكون موجودة, معانا معنا متصلة أه. معنا كل يوم وإحنا نتفاعلوا معها إلى آخره وإحنا ماشيين في الشفافية وإحنا مش نكونوا صارمين مع كل من يقوم مم. بعملية فساد هذا شيء يلزم نأكدوه لكن ما يلزمناش نش الأمور لأنه هذه أمور فما بشر والبشر خطأ وكل إنسان مش نشدوه بغلطة بسونية مش ياخو جزائه هذا أنا علاش بتلك سكول بالذات سكول بذات تقريبا كأنها هي عنوان تونس يقروا فيها من كل أنحاء العالم وهي فيها كل واحد يجي من بلاده هو سفير بلاده وقت يشوف لي صاير اعتصامات تاع متعاقدين أساتذة التعليم الثانوي يدرسوا قداش عندهم متعاقدين ولم تتم تسوية وضعياتهم، مساعدين ومتعاقدين، وقت يشوفوا يعني ثم طلبة يجوا من الخارج من بريطانيا باش يقروا اللغة العربية من أمريكا اللاتينية، يشوفوا المشهد هذاك شنو هو الصورة اللي نجموا ينقلوها على تونس. شوف هذه مشاكل أخرى، إذا تحبوا هذا هو موضوع الملف اليوم نتحدثوا فيه، موضوع برجي باسكول، ملف كبير وواسع. متعاقدين فيهم جزء كبير يحب يقعد متعاقد لانه عنده امور اخرى لتنظم تنظم له حياته الى اخره فاليوم يظهر لي مش يستحق ملف مم. ممكن برغي بسكول ماهوش موضوع ملفنا اليوم لكن نجم نتحدثوا عليه مطولا. و... الجامعه وسوق الشغل. أيه. موضوع سوق سوق الشغل اليوم احنا قداش فما من عرض شغل في الجمهوريه؟ خريجي الجامعه 60000. يسوي مرتين عروض الشغل الموجودة. هل هذا ذنب الجامعه اي ما الجامعه تنجم تفتح مثلا افايق بالاتفاقات اللي ممكن تصير مسائل متعلقه وانا باش نحكي معاك على الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والجمهوريه التونسيه اللي يتعلق بالمشاركه معناتها في برنامج ايطالي للبحث والتجديد معناتها اللي تلقى بون شويه معلومات شحيحه على الانترنت كانوا فما مشكلة زيادة شويه تاع التواصل لكن انه هذه المساله المتعلقه بافاق 2020 2014 2020 هل اليوم الوزاره معناتها هل المشروع هذايا كيفاش تدخل فيه الوزاره شنو باش يرجع الفائده للبحث العلمي فيش. اليوم في, في تونس خاصه الوزاره هي اللي جابت الاتفاق هذا هذا اتفاق هام كان بودي انا نمحوروا حواراتنا ونقاشاتنا والشيء اللي يظهر في الاذاعات وفي التلفزيون وفي الجرايد آه حول المواضيع هذه وياخذ وقت بالنسبه للوزاره وبالنسبه للوزير اللي يحب يعرف لا 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 لا, لا, لا. مش السرقه تعمل الشعب والجامعات اللي ماهيش مصنفه في العالم وقت توصل الفساد للجامعه اللي باش يخرجوا اجيال اخطر 1000 مره من الاتفاقيات قد تبقى وقد تمشي اتفاقية احنا كل وزير يجي يلغي قبل اتفاقية هذه هامة بالنسبة للجامعة التونسية مش للوزير، وزير يمشي ما هو الأستاذ يجي لي بعدك يلغيه ويقول كان هناك اتفاق خطأ اتفاق هذا اتفاق هام جدا للجامعة التونسية اتفاق هذا احنا كما تعرفوا برامج البحث الأوروبية هي برامج إطارية دوم ثلاثة أربع سنوات احنا دخلنا كشركاء ابتداء من البرنامج الايطاري الخامس ثم السادس ثم السابع حاليا البرنامج الثامن هو اللي سموه هذا اوريزون 2020 النتائج اللي حققناها في البرامج الاطاريه السابقه نجم نذكر مثلا البرنامج الإيطاري السابع شاركنا فيه في 117 مشروع نتائج مخابر البحث نتاعنا ونتائج اعمال الجامعات نتاعنا كانت طيبه ومشرفه مما شجع الاتحاد الاوروبي انه يعرض علينا ان نكون شركاء متميزين في البرنامج الثامن اللي هو اوريزون 2020 هذا باش نفهموا ليش معناتها اوريزون 2020 اوريزون 2020 هو تمويلات للبحث كي نقولوا البحث سيتادير لتمويل مخابرنا سيتادير لدكتوراه الطلبه نتاعنا للماجستيرات نتاع الطلبه نتاعنا لتبادل الطلبه نتاعنا الى اخره تمويلات بحجم قداش سيد وزير؟ تمويلات كبيره هي ماهيش باش يعطيونا فلوس م. هو احنا هذوما مشاريع دي بروجي كومبيتيتيف سيتادير فما كميه من الاموال على المستوى الاوروبي احنا يلزمنا نهيكلوا انفسنا وننظموا انفسنا ونمشي نقدموا عروض للاعمال نتاعنا واذا قبلت يقع تمويلها فاحنا شنو الجديد في الاوريزون 2020 بارابور للوضعي القديمه قبل كنا احنا يقع دعوتنا من قبل ان كونسورسيوم دو لابوراتوار اوروبيه معناتها فما سته سبعه مخابر اوروبيه تحب تشتغل على موضوع بحث تجي المخبر التونسي تقول له شنو رايك تحبش تدخل معنا فينضم وهذه البرامج الاوروبيه فيها تروا بروجرام فما ان بروجرام ديكسيلونس يتسمى فما ان بروجرام يتسمى لي ديفي سوسيتو وفما ان يسمى يتسمى ديدي او زونتربريز كنا ما نجمو نشاركو كان في لي ديفي سوسيتو معناتها يستدعونا نمشيو نشاركو في لي ديفي سوسيتو الاتفاق الجديد اصبح يمكننا باش نشاركو في البرامج الثلاثه وباش نكونوا احنا انيسياتور نتاع برنامج ستدير احنا اليوم نجموا نجيوا نقدموا برنامج بحث ونقولوا للاوروبيين او الدول الاخرين شمال افريقيا مثلا اجاو شاركوا معنا في الموضوع هذا واذا قبل المشروع يقع التمويل وهذا هام جدا علاش هام لانه اليوم باش نوليو نتناولوا مشاريع مواضيع بحث اللي تهم بلادنا نجموا نقدموها اذا لقات حظيت بالقبول فيقع التمويل وهذا هام جدا بيك. حاجه ثانيه ولينا نجموا نشاركوا في لي تروا زينيشاتيف ستادير بروجرام ديكسلانس ديفي سوسيتو وخاصه مشروع اللي يهم لي زونتربريز المؤسسات الاقتصاديه والاجتماعيه شنو معناتها معناتها اليوم مؤسساتنا الاقتصاديه والاجتماعيه تتمكن باش تقدم مشاريع بحث ويقع وتجديد ويقع تمويلها اذا وقع قبولها باش باش الشيء الهام اللي لازم ايه نقولوه ايه وقتاش معناتها هذا معناتها فعليا نحكيو على وقت نحكيو للناس يقول لك ايه وقتاش هذا وقتاش بدينا نجم نقولوا دخل في صي... في بصدد الانجاز يستنى في الراتيفيكاسيون المصادقه من قبل مجلس نواب الشعب. مجلس وإحنا حاليا فما لجان فنيه قاعده تمشي لمجلس نواب الشعب، أنا غدوة نمشي لمجلس نواب الشعب وإن شاء الله تصير مصادقه في أقرب الأجال وهذا مش مكاننا من مش تم معناتها غدوة سامحني سيدي باش يتم سماعكم ضمن في اللجنة في اللجنة, اللجنة. 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 ما يتعلق بالاتفاقيه هذه وشنو الفائده خاصة الفيدة في البحث العلمي وغيره في تونس. منجي معناتها باش نحاولوا نختموا الوقت زربنا برشا في المجال هذايا معناتها فما فتح افاق جديده ممكن تصير ضمن الاتفاقيه هذايا اوريزون 2020 2000 يعني و... من هنا ل 2020 معناتها 2014 2020. 2020 انا حسب ما شفت اي هو مهم جدا انه الجامعه التونسيه تنفتح على مثل هذه المشاريع بي. لكن ماذا بينا على الجانب الكيفي في الجامعه اعاده نظر اصل في المنظومه الجامعيه التعليميه ككل من غير ما نبقوا في اطار ان انتبعوا. ثم اتفاقيات جي في اطار اشمل هي المنيحين وصندوق النقد الدولي واكرهات وتوجهات معينه مثلا نجموش نعملوا دراسه على الاستقلال الوطني الاستراتيجي في مكافحه مم. العدوان الخارجي ثم دي ليميت هما حتى الممول يعطيك مواضيع احنا حاجتنا ان الجامعه التونسيه تصبح مصنفه عالميا وتكون جامعة قادرة على أن تخرج كوادر مش تخرج مجرد عمال اليوم نحكوا على التنقيل وعلى التدليس وعلى التزوير و... هذه ما تقش بالجامعة التونسية وهذا ما نبينا نتجاوزوا أكيد كلمة الأخرى سيد الوزير ونختموا معاتش التوقيت معناتها في الغدوة إن شاء الله في الجلسة الاستماع إن شاء الله نتبعوا معاكم وين وصلت الاتفاقية هذه ويكون فما معناتها تناول إعلامي خاصة الناس باش تشجع ويكون معناتها تطوير للبحث العلمي وعلاش لا يتم تمويل مثل المشاريع هذه في تونس هذا املنا احنا ان نمشي وننهضوا بالجامعه تاعنا باش تمشي في مشاريع ما هكا باش تولي عندها مقروئيه الى اخره. ممكن نعرج على كلمه الاخ حول تصنيف الجامعات، تصنيف الجامعات راهو ما فماش تصنيف وحيد، فما تصانيف متعدده. كل بلاد تعمل تصنيف باش تصبح جامعاتها هي المصنفه احسن جامعات مصنفه. آه والتصنيف هذه فيها معايير اللي اليوم احنا ما قادرين عليها. معايير مثلا كم جائزه نوبل خرجت, خرجت من الجامعه هذيك. الجماعه التونسيه ما عنديش هذا تو نرجعوا لها اكثر تفاصيل شكرا لك سيد وزير التعليم سي شهاب بودن شكرا لك منجي خضراوي نقابلو معكم